يعني ايه ما فيش رحلات؟ يا فندم احنا ما بعتناش اي حاجه مع الاولاد. انا حاطط الفلوس بنفسي في ظرف الرحله. وانا كمان. وانا كمان حطيت ظرفين من ظرف واحد. ماليش دعوه يا بابا، انا عايزه اروح الرحله. حبيبتي مين اللي قال لكم تطلعوا رحله؟ بابا كل اللي حط لي الظرف. حرام حرام. بقى انت هدي هدي يا تشتغل جزمة يا وتعمل لي مرة على الفيسبوك وربنا اخر مرة يا جزمة. فين يا ده السكرين شوت بتاع المحطة يا والله العظيم دلدته يا جزمة دلدتهم؟ ولا طلع يا بدل ما نجيب الارض بتاعك ونفتشه ونطلعهم منه. نجيب الارض ونفتشه ولو لقيتهم يبقى ركب لي نص العالي يا جزمه. ده انا هركب لك نايم حضرتك يا ولا ابعت هات الارض بتاعه يا خلينا نفتشه له يا. السلام عليكم يا معلم جزمه. ماشي انت بيك يا زنج. العيال شمال بيجيبوا الفلوس. حلو بس شكلهم مش مطمني بيعملوا حركات مريبه. بتشقلبوا ولا شغالين في السيرك؟ زنجر مش عايز اكتئاب، تخلي عينك عليهم من غير كتر كلام. امرك يا عمهم. انطر خد ارباط قوم هات لي الايفون بتاع الواد سحليه خلينا نفتش فيه شويه، والواد ده تطلعوه وتنشروه على العمود لحد ما ارضه يجي. ادي نجزه ادي عجبني هتجرك على السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا عم انت؟ انا كونو. يلا كونو صاحبك يا كونو. ايه كلمه السر ايه؟ هموش. يا كونو صاحب حبيبي مالك؟ مالي ده اكلت ضرب في الحضانه يلا بكتيريا. المشكله كل اللي بيضربوني كانوا اطفال فكانوا بيضربوني عند منطقه الحوض، بقيت اجري على الناس الكبيره عشان تضربني في وشي عشان ارتاح شويه. طب وايه العضة اللي في وشك دي؟ دول تلاتة حاولوا يمصوا دمي بس جريت منهم، ووسط كل ده كان في واحد عايز يعزمني على الغدا مش فاهمه ليه. طب ما رحتش ليه؟ بيكملني يا حمار. بس يا عم خلاص معلش معلش. ما تقوليش معلش عشان بحس انك كهرت. خلاص احسن احسن. ايوه بقول لك ايه يا ابنها؟ عايز ايه؟ كوبايه ميه والنبي عطشان قوي يا ابني. انا بقالي ساعه قاعد في بيت الزفت حورس، لا ابوه ولا امه عبروني باي حاجه. يا ابني انت غبي يا ابني، يا ابني انت غبي. ما ابوه اهواج يعمل كده هيجي لك على طول جري. يا سلام فين ابوه؟ شغل دجالين وخلاص. يا ابني هو الاهواجي ده ما بينامش، هو مش بني ادم ومن حقه يرتاح. بس بقى يا عم ما تحيرنيش. ده انت ابنها يالا. ظلم. ايه؟ ما اقولش حاجه. ماشي سمعت ان انت بتقول ظالم، لميت كام؟ ما فيش يا عم، انا كنت هقفل 5000 جنيه. بس قابلت، تخيل قابلت راجل شحات غلبان كده رحت مديله 50 جنيه ما جمعتش غير 4950 بس. 4950؟ ما تقول انك اديتها لابوك يا ما تقول انك اديتها لابوك الشحات الغلبان ده. وانت لميت كام؟ انا لميت 300 والله نسيت الرقم. 300؟ 3500. يا سلام. والله اتضربت بالباقي. اتضربت بالباقي ايه؟ انا كده مجمع نص الفلوس يا جدعان، ده ظلم. ظلم ايه يا ابني؟ ما احنا كنا بنتضرب بالباقي. كنت بتضرب بيه. وفين حرس باتشان؟ ما عارف عندنا ايه قاعده اهو. جه النجم اللي مودينا في داهيه. تعالى يا ابنها. ايه بتعرج ليه؟ واحنا في الزمالك ولا ايه؟ انا بعرج بجد على فكره، مش عايز حد يهزر في الموضوع ده تاني عشان ما موتوش، عشان انا رجلي راحت. انا كان في 36 واحد بيضربوني في نفس الوقت وال 36 طايليني عادي كده مش عارف ازاي. كنت مجهز لهم حركة المروحة أعملها بس ما اتعملتش. ايه الكهرباء قطعت؟ لا أنا كنت مجهز الحركة و يا مش هتفهم مش هتفهم. يا جدعان بطلوا قصص مرعبة عشان أنا بخاف لو سمحت. المهم لميت فلوس ولا لأ؟ لميت 2000 جنيه. حلو، إحنا كده جمعنا ال 10000 جنيه وخلصنا من خير جزمة ومعانا فلوس كمان. أنا بفكر نجدد الباقة، يعني أعمل باقة كده ب 10 وأولع الدنيا. تولع الدنيا ها؟ عشان تخش على الفيس وتقعد تكلم في المزز الحلوين اللي بتكلمهم دول يا ابنها. ها خلاص بقى يا جدعان، ما انا قلت لكم اخليك تخش تبصوا بص على الحريم اللي عندي، مع اني حالف اني ما ادخلش عليهم اي رجاله. انا مستحرم والله بعد ما عملنا الفلوس دي كلها نروح نديها لخيري جزمه بسهوله كده،
ازاي يعني؟ انت اوحيت لي انا بفكره بنت كلب. انت عاجبكوا حالكوا هنا؟ هنا على الكنبه يعني ولا فيه؟ لا في الحمام جوه، مش الحمام ضيق؟ ما تركز يالا يا ابنها يالا، مهدودين من الضرب، عظمي فك، عظمي فك. طب اخلص الفكره. قصدي عاجبكوا حالكوا في الحاره دي كلها والبلد دي بتملتها كده؟ مش عاجبنا. يا عم الله يحبك اديني ريحه. الله يحبك، ده انا قاعد مع حسين الجسم يا ابني، بتتكلم عربي يالا. امال انا بتكلم تركي؟ ما انا بكلمك عربي. ركز معايا. مش عايزين تعيشوا يومين كده زي عيشة المليونيرات زي الواد حمادة بني؟ نعمل ايه يعني؟ نلون نفسنا بني ونمشي ولا نأجر الفيلا نعمل حفلة؟ لا يا حبيبي، ناخد باسبوراتنا ونطلع على عم جلال فيزا العسل، نقول له يدق لنا تأشيرة ونغور من البلد دي بستين ألف سلامة على إيطاليا. حلو ده؟ بس يا بس حلو ده.